وكثير من العوام الذين يستعملون النذور، فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاده هذا محرم. محرم. لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. كلام دقيق. نعم. وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى، بل هو المتفضل المنعم على خلقه. صحيح. حتى أن العبد لو نظر في حال نفسه يعطيه الله من النعم ما لم يسأل أكثر من النعم التي سأل. يعني مثلا أنت تسأل: اللهم وفقني في وظيفة، اللهم وفقني، اللهم أني أنجح، اللهم أني أتزوج، اللهم تسأل الله حاجاتك. قد أغرقك الله بنعم ظاهر وباطنة أنت لم تسأل الله إياها، بل ما تعلم عنها. كم من إنسان في جوفه من الأجهزة التي تعمل ما أدري إيش وظيفتها. تجد من يصاب بشيء بالكلى ولا البنكرياس ولا بالكبد ولا يعرف شنو وظيفة هذا بالجسم، والباقي الناس الأجهزة تعمل ما يدري عنها. صح ولا ما سأل؟ ما في واحد من عمره قال في حياته: يا ربي أرزق، أسألك أن ترزقني كلى، كبد، قلب، كريات دم حمراء بيضاء، مفاصل. في واحد يسأل الله الهواء، في واحد يسأل الله أن لا تقع السماء على الأرض، في واحد يسأل الله أن تبقى الأرض ثابتة لا تميد بنا، في أن لا يأتي الماء على اليابسة. نعم كثيرة ما يأتي على واحد على باله أن يسأل الله إياه، والله جل وعلا ها أعطاها عباده المسلم والكافر. نأكل ونشرب وننام وننعم ونسمع ونبصر ونتكلم ونعم كثيرة. فالنعم التي يعطي الله عباده من غير سؤال، مش نذر بعد، من غير سؤال ما يمكن إحصاؤها، لقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيأتي واحد يقول لله عز وجل: إن شفيت مريضي تصدقت بصدقة، إن نجح أولادي نذرا لي لك يا رب العالمين، نذر علي لك يا رب العالمين، إن نجحت أولادي السنة هذه أتصدق بصدقة. هذا مكروه. ولذلك لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته، فيما أعلم فيما مر عليه قط حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر، لكن كان قانتا لله في الطاعة كلها، فلا داعي أصلا للنذر. لكن لو أن شخصا ما نذر فلا يكون نذره مجازات هذه مقابل هذه، ويجب أن يكون النذر لطاع يعملها، ويجب عليه أن يفي بالنذر ويطيع الله. نعم.